مفيش عندنا عيان بيبقى معوج وسليم من ناحية الشعرية. عندنا فرنش أوستيوباث شهير جدا اسمه جون بير برال. الراجل ده كتب كتاب بيقول ان مشاعرنا تخزن في احشائنا او الاكسبريشن بتاع المشاعر يعني الحزن، ووصلنا في البني ادمين واحد بيقول عليه لونج بيرسون، واحد هارت بيرسون. مستحيل الجسم الاناتومي يعرف يشتغل وفي دم وفيسيولوجي شغال، فانكشن شغال، والعكس صحيح. لو حد جسمه معوج مستحيل هيفكر كويس، هيهضم كويس، هيشتغل كويس، لان دايما العوجه دي بتاثر على اجهزه اخرى. يعني الكور بتاع السايكو ايموشنال ليه علاقه بالبالانس. الجهاز العصبي از ان انتجرال بارت اوف ذا هول بودي، ان هو جزء مكمل ومتكامل مع الجسم كله، واي اختلاف فيه او اختلال فيه او عدم توازن بيحط جسمنا في نوع من ديزيز ستيت او بياثر على الاجهزه الاخرى. لو حد ستريسد اول ذا تايم بيحصل له ايه؟ ضغطه بيعلى، نبضه بيعلى، ممكن يجيله جلطه، ممكن يجيله هارت اتاك. لما بنرجع للطب ونحلل ده اللي هي بيسموها الهايبوثالاموس بيتيوتري ادرينالز اكس، تخيل انت اون ايمرجنسي اول ذا تايم. هل دي معلومه جديده في الطب؟ لا، قديمه جدا. بس كام دكتور بيشوف العلاقه اللي بين المشاعر؟ الكلام ده بقى ما فهمتوش غير قريب بعد اكسبيرينسز كتيره وتركيز كلينيكال اكسبيرينس. لما بشوف عينين فوجئت ان الحاجات اللي انا عمري ما كنت شايفها كدكتور من الناحيه الشعوريه، ان ازاي الايموشن بتاع العيان بيأثر على البوستر بتاعه. بتكتشف عالم جديد اسمه اوستيوباثي، حاجة بسيطة جدا لا بتبان في الإشعاعات ولا في التحاليل ولا في اللاب وورك بتاع الدم ولا أي حاجة، ولا كلينيكلي حاجة ضعيفة جدا بتتغير في ميكانيكا الجسم، ممكن تجيب لك صداع يقعد معاك 100 سنة.